متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم. من الملفات المطروحة في مقاطعة الحي المحمدي، سوق الدواجن اللي خاض فيه المجلس مدينة دار البيضاء قرار الترحيل. من أجل مناقشة هذا الموضوع نستضيف سي أبا زيد، نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي. سي أبا زيد مرحبا بك. سي أبا زيد، مجلس مدينة دار البيضاء خاض قرار الترحيل ديال سوق الدواجن خارج مدى الحضاري الدار البيضاء، فين وصل هذا الملف هذا؟ شكرا على طرح السؤال. في حقيقة هذا الموضوع اللي كيأرق يؤرق ساكنة الحي المحمدي. كتعرفوا الحي المحمدي هو أصغر رقعة من ناحية المساحة في الدار البيضاء، والغريب في القمر أكبر أو مارشي الدواجن لبيع الدواجن مارشي دو جروب هذاك الشيء كيف الحي المحمدي، وهذا غير معقول، خصوصا الوعاء العقاري غير موجود بالحي المحمدي حقيقة. ومجلس المدينة حقا خلينا قرار على أنه كاين واحد شوية تأخير، لأن كاين معاناة ديال الساكنة. كاين بصراحة ولي كنسمي زعما إنسان كإنسان ويمشي للحي محمدي ويدوز حدا سوق الدواجن ما يقدرش يوقف 3 دقائق أو 5 دقائق حداك الروائح الكريهة اللي ديال الحي محمدي اللي الناس ديال الحي محمدي اللي كيتألموا بصراحة وكيعيشوا واحد زعما واحد كارثه طبيعيه، ماشي طبيعيه، ولكن حنا اللي رينا فعلنا في حق الحي المحمدي. وكما كتعرفوا ان سوق الدواجن القانون الدولي ديال لونسا ما كيقولش سوق الدواجن اللي بيع الدجاج كيكون في وسط المدار الحضاري، بالعكس القانون ديال داكشي كيقول انه خصو يخرج المدار الحضاري. وهذا في الاسف اللي كان زعما حنا ندافع على هذا الملف هذا بواحد الشكل، لان انا اقتنع بالحي المحمدي وعيش زعما هذه المعاناه اللي كيعانوا بها السكان ديال الحي المحمدي. المجلس كان خاض قرار بترحيل تاع السوق لولاد عزوز، اشنو هي الضمانات ديالكم بان جماعه ولاد عزوز غادا تقبل على تنقيل تاع السوق ليها؟ هو انا كان اتفاق يكون في ولاد عزوز، نسمعوا انه في ضرب وعزه، وفي الحقيقه الامر انا لا ادري شيئا في هذا الموضوع، يقال ويشاع، ولكن هناك اي قرار رسمي؟ راه ما كاينش قرار رسمي. نحن في المقاطعه هذا الحي المحمدي صوتنا او كاتبنا سيد رئيس جماعه الدار البيضاء، ورئيس جماعه الدار البيضاء راه كينجح او كيمثل الحي المحمدي راه مده اربع ولايات، راه مستشار بمقاطعه الحي المحمدي سيد العمده، ويعيش بالحي المحمدي، كان يعيش هذا واحد العامين مابقاش كيعيش او عام ونص مابقاش كيعيش الحي المحمدي، وكيعرف المشكل ديال الحي المحمدي والعماله ديال العين السبع، ولا السيد العامل في الحقيقه خدا قرار انه ياخذ هادشي، كيتسنى غير الضوء الاخضر مع هاد المجلس المدينه باش ياخذوا مع القرار، باش ياخذوا واحد القرار ديال الاغلاق ديال هذاك السوق اللي خلق مشكل لابناء الحي المحمدي. بائع التخصيص بسوق الجمله تاع الدواجن ترفضوا قرار تاع الترحيل لان يكون عنده واحد الانعكاسات اجتماعيه بالنسبه لكم بالنسبه لهم، شنو رايك؟ هذوك الباع بالتقسيط صراحه راه كاين عندهم مشروع ديال 100 مليون في اطار المبادره الوطنيه، ونظمناه في واحد السوق لبيع الدواجن الميته ماشي الحيه، لان بيع الدواجن الحيه القانون الصحي الدولي كيقول لنا كيمنعنا اننا نبيعوا الدجاج الحي بالمدن، لا يعني هذا لا يعني هذا يعني انه لا مجال لهم بالنسبه للترياش وداك الشيء ديال الحي، داك الشيء غير صحيا لا لهم لا لنا لا للساكنه كامله لا للجميع، حيت هذا السوق يطعم جميع الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، كيطعم السوق الغذائي بالمدار الحضري ديال الدار البيضاء او غير الدار البيضاء. لهذا من كان انا ما انا بعد راه عندهم بعد واحد ميزانيه اللي مهمه، لان غادي يدو ياخذوه في اطار مبادره وطنيه وغننظمهم بواحد الشكل، داكشي بحال الاسواق الكبرى غيبدا يبيعوا اللحوم البيضاء يبدا يبيعوا داكشي، حنا ماشي خليناهم زعما درنا لهم حل زعما في اطار مبادره وطنيه، وكنظن راه دازين من الميف ديالهم في هذه الدوره الثالثه ديال المبادره الوطنيه. اذا بالنسبه لكم انتم تصرون على قرار الترحيل سواء بالنسبه للمقاطعه او المجلس الجماعي؟ وصراحة نقول لك انا لا لن اتخلى او لن اتخلى على الحي المحمدي صراحة، بل خصو يطرح السوق، السوق ضروري يطرح السوق، لان اللي خصو يهضر على السوق حنا انا حد ساكن بالحي المحمدي وكنعرف المعاناة ديال داك السوق، راه ماشي دابا، راه داك السوق راه داير به ستة ديال المدارس
ديال التعليم دايرين به ستات المدارس التعليم راه خصو دابا راه شويه خصو في الصيف مرحله الصيف وكتجي حاشاكم هذاك واحد القمله كتكون في هذاك الدجاج وكتنتقل الدراري اللي في المدارس وفي الصيف واحد الرائحه اللي خطيره وكريهه جدا وعلنا علاش لان كاين واحد الدجاج كيموت وكيلوحوا داك الباع اللي كي ديال الجمله كيلوحوا بواحد الطريقه عشوائيه وما بالك بهذاك واحد الطائر كيقول لي عوال كيجي كيدير واحد الحاله لحيم محمدي لان راه مساله خطيره مس خطيره جدا وزعما نحن نعاني ولا مجال ان يبقى السوق لحيم هذاك السوق الدواجن بالحيم محمدي. شكرا سي ابو زيد. لا شكرا جي مرحبا بانفاس بريس الجريده الملتزمه اللي نفتخر بها في الدار البيضاء. شكرا جزيلا متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حوار قادم ان شاء الله.